مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم معانا في حلقه جديده من لقاء الاجيال اللي بنستضيف فيها ابناء مهنه واحده ولكن من اجيال مختلفه. المهنه النهارده مهنه العلاج الطبيعي وعلاج السمنه، وبنستضيف النهارده من جيل خبراء المهنه الدكتور وجيه صدقي استشاري العلاج الطبيعي وعلاج السمنه. بنرحب بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بحضرتك وشكرا على كلمه خبراء. طبعا خبره حضرتك يعني. شكرا لحضرتك. وجيل الشباب معانا ساندرا عنبر، اهلا بيكي. ساندرا أهلاً طالبه حبيب. ومتدربه في سنه كام يا ساندرا؟ سنه خمسه. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. المفروض انتوا بتمثلوا ابناء مهنه العلاج الطبيعي وعلاج السمنه، وطبعا من الواضح جيل الخبره اللي هنستفيد منها وجيل الشباب. واول سؤال على فكره وهي خبره على فكره برضو الشباب معروف ان هو بيضيف يعني احنا النهارده عندنا السؤال الاول اللي بنبدا بيه اللي بيفرض نفسه جيل لو نقول اللي عنده خبره وقديم شويه وجيل الشباب. عاده بنسمع ان احيانا بيكون بينهم تنافس يصل في بعض الاحيان للصراع، وبيرفض الجيل الاقدم ان هو ينقل خبرته لجيل الشباب في حالات كثيره، في أمثلة كتيرة، في تخصصات يمكن مختلفة أو بعيدة عنكم شوية لكن في مجال الطب. هنتكلم عن حالتكم الأول. تمام. نبدأ بيكي عشان أنت اللي هتقولي رأيك إيه. جيل الجيل الأقدم بيساعدك، متعاون، بينقل خبرته، ولا بتحسي إن لأ في تنافس وصراع؟ لا بصي، لحد يعني حد كبير قوي ما اقدرش انكر طبعا الناس الاقدم مننا بيساعدونا. واكبر مثال الدكتور وجيه، يعني لما انا بروح اتدرب عنده هو مش بيبخل عليا باي حاجه. يعني من اول يوم رحت قال لي احنا نقعد نتناقش مع بعض، ولو انت شفتي حاجه جديده تيجي تقولي عليها ونتناقش وانا هقول لك اللي عندي. حتى في الجامعه وكده يعني الناس الاكبر مننا بيحاولوا يساعدونا دايما. يعني ممكن يكون انت يا ساندرا حظك حلو ان انت بداتي مع دكتور هو عنده ثقه في علمه وفي خبرته، مش خايف من الجيل الجديد ان يجوا ياخد منه مكانه او مش بيعتبره جيل منافس. لكن ده بيحصل صح دكتور وجيه؟ ده بصراحه بصراحه طبعا بيحصل، واحيانا بتشوفيه حضرتك مش بس في الاجيال المختلفه، احيانا نفس الجيل الواحد تلاقيهم لو حد عارف معلومه مثلا في مهنه وبيشتغلوا في مجال واحد ممكن لو عنده فرصه انه يعلمها لحد ما يرضاش يعلمها له. ساعات الناس بتحس ان دي فلوس، ان المعلومه دي فلوس، ازاي اديها لك بسهوله كده. هو تعب قوي عشان يوصل لها واخدت منه سنين، فازاي هو ينقلها ببساطه كده؟ ده فهم، ده فهم فعلا بعض الناس كده، وده فهم خاطئ جدا. انا دايما كنت اقول ان مفيش حاجه تخبيها، ودلوقتي طبعا مفيش حاجه تخبيها كمعلومه، اللي عايز يوصل معلومه هيوصل لها. بس طبعا من انك تنقلي خبرتك وبراكتيكال لحد اصغر بيفرق على انك تفتح الانترنت وتقراها، خصوصا في مجالكم، مجال الطب عموما. بالظبط، مهم قوي جيل الكبرى ان هو ينقل من الخبره وكمان الممارسه. ما ينفعش في الطب الا ان هو يمارس عمليا ويكون معاه حد اكثر خبره منه. ده حقيقي، ده فعلا، لان انت عندك المعلومات موجوده في كل حته دلوقتي غير ايامنا. برضه ايامنا كان في صعوبه عشان نشتري مراجع مثلا او نشتري نوصل لمعلومه من استاذ، كان في صعوبه في التواصل. دلوقتي حتى المعلومه من غير استاذ متاحه، بس العملي بتاعها هو اللي مش متاح. علشان كده برضو يلزم التدريب اللي بنسميه هاندز اون تريننج. هاندز اون تريننج لازم تحط ايدك وتعمل. احنا مثلا في بعض التكنيكس زي المانيبوليشن، وانا هنتكلم على الظهر وعلى الفقرات، حاجه زي المانيبوليشن مش موجوده، موجود فيديوهات ليها على الانترنت، بس ازاي تعملها، ازاي تحقق نتيجه، هو ده اللي محتاج براكتس. مش كفايه الفيديوهات، مش طيب كفايه خالص. عايز انقل بقى من الجزء ده، عندنا اسئله كتيره قوي حضرتك ذكرت منها دلوقتي، الظهر والام الظهر، في امراض لكل زمن وعصر. بس انا عايزه ابدا العلاج الطبيعي بالتحديد اللي هو تخصصكم، بقى معترف بيه السنوات الاخيره، نقول بقى لنا ايه 10 سنين مثلا معترفين باهميته. يس، هو معترف باهميته، هو طبعا موجود في مصر بقاله فتره طويله، ودلوقتي حتى تلاقي بمناسبه التنسيق اللي لسه طالع درجاته حاجه 96.5 و97 وحاجات زي كده، الناس عرفت اهميته والطلبه عرفت اهميته، المجتمع بقى بيقدر اهميته، لذلك هو مطلوب بمجموع كبير في الثانويه العامه، فبالتالي ليه اهميه. اختلف دلوقتي المجموع اختلف اللي مطلوب للتخصص ده؟ هو كل سنه تقريبا محافظ على مركزه على مدى مثلا 20 سنه او 15 سنه اللي فاتوا، انه اهميته بالنسبه
الناس والطلبه بتاع ثانويه عامه بيحبوا يخشوا. في حاجه مهمه قوي في العلاج الطبيعي، ان الريزلت بتاعته سريعه. مش انا وكلمه العلاج الطبيعي كلمه فيزيكال ميديسن ده او فيزيكال ثيرابي او ناتشرال تريتمنت، ده بمعناه حاجه مواد طبيعيه، بتستخدم المواد الطبيعيه، يعني بتستخدم مثلا تيارات كهربيه ودي حاجه طبيعيه، الحراره او البروده او اي حاجه مانيوال بنعملها بدون استخدام ادويه. عشان كده تسمى علاج طبيعي. عشان بدون ادويه. انتوا مش بتستخدموا ادويه مساعده خالص؟ ما بنستخدمش دراجز او ادويه. لو نستخدم حاجه اسمها سبلمنت او مكملات غذائيه ماشي في مجال السمنه ومجال النحافه بنستخدم سبلمنتس، وهي ما تعتبرش ادويه. فبالتالي الاهميه زادت في السنوات الاخيره. اهميته كمان في المجتمع الحالي، لان زي ما انت قلتي حصل تغير في المجتمع، نمط الحياه اختلف تماما، بقينا قاعدين على طول، ويا ريت قاعدين قاعده صح. وهنسالك على القاعده الصحيحه ايه. طب ايه رايك نبدا نسال الاول؟ عايزه اقول بس ان نمط الحياه اختلف، كمبيوتر على طول، انترنت على طول، زيارات قلت، الحركه قلت، وبالتالي احتياجنا ليكوا زاد جدا. تمام. لدكاتره العلاج الطبيعي، القاعده الصحيحه ايه؟ بص، احنا قبل ما نتكلم عن القاعده الصحيحه هنتكلم على العمود الفقري. العمود الفقري فيه كيرفز موجوده او انحناءات موجوده في الرقبه، سي لجوه، الظهر لبره، بعد كده كيرف تاني في الظهر، وبعد كده لبره تاني، عامل زي الشيب كده بتاع الاس مع بعضهم. أيوة. الفقرات دي الكيرف ده لو قل بسبب ضعف عضلات او بسبب قاعده او بسبب توطيع على الواتساب او بسبب كمبيوتر عامل كده، ده يغير حاله العضلات، يعمل الام في الذراعين. الفقرات الظهر مثلا لو حصل ضعف في العضلات، لو حاسس ان قاعد فتره طويله، القعده الطويله بتاعه الواتساب بتاعه الكمبيوتر وبتاعه الشغل حتى في المكتب، دي بتضعف العضلات. تضعف عضلات ايه؟ الظهر والبطن. الظهر والبطن عاملين زي البالانس، عاملين بالانس مع بعض، بيحافظوا على الفقرات في مكانها. اي حركه او اي ديستورشن، ساعات بيحصل ديستورشن بسيط في الفقره، يروح ضغط على عصب او ضغط على ليجمنت نسميه او اربطه موجوده في الظهر، بتعمل الام شديده جدا. عشان كده نرجع لاهميه العلاج الطبيعي، ان اصلاحها سهل جدا، مجرد انت عملت كوركشن للديستورشن اللي حصل في الفقرات دي بيروح الوجع. بس يعني الكلام ده لو الانحراف بتاع الفقرات بسيط او بسيط ونتيجه لكن احيانا الانحراف ده بيكون عند ولادنا بسبب شيل شنط المدرسه من الصغر والقعده الغلط من الصغر وما خدناش بالنا، وبيكبر معاهم، واللي اسمعه ان ساعتها بيبقى صعب عليكم. برافو عليك، لان الخطأ المتكرر على مدار سنين بيعمل حاجة صعبة. إنما النهاردة قاعدين وحسيت بوجع، بعد ما قمت حسيت بتعب في ظهري، كان ممكن أريست شوية على ظهري أو أمشي شوية يتصلح ده كله. لازم نعرف حاجة اسمها السنتر اوف جرافيتي بتاعتنا، مركز ثقة للإنسان. مركز ثقة للإنسان هذه حكاية ميكانيكية زي ما كنا بنتكلم قبل التسجيل. ميكانيكال امبالانس هي جت في الظهر. ميكانيكال امبالانس، السنتر اوف جرافيتي هو مركز ثقه للانسان، ده موجود على الفقره الثانيه القطنيه. لو اتغير مكانه بسبب وزن مثلا، البطن زادت، او انحراف مثلا للجنب بسبب شيل شنطه او شيل تقل او اي حركه غلط اتغير مكانه، هيحصل تعب ويحصل ان كل العمود الفقري يحصل فيه امبالانس. فعشان كده بننصح دايما سواء انا قاعد في العربيه، دايما اقول النصيحه دي، ما تحطش المحفظه في جيبك وتكون مليانه حاجات قد كده وتحطها في ناحيه واحده، هيبقى في ارتفاع كده، هيبقى في فرق في العمود الفقري، فهيبقى في انحناء في العمود الفقري. دي على سنين طول عمرنا كرجاله، دي لو كل يعني قعد على مدار سنوات في وسيله مواصلات بتاخد منه ساعه، بتاخد منه او في الزياره، في العربيه، في المواصلات، في المكتب، بطريقه متكرره يوميا، هتعمل له بتعمل مشكله، بتعمل مشكله حلها بسيط. لا، ما تشيلش حاجه هنا خالص. دايما يكون الليفل بتاع قعدتك يكون سيم. كمان الظهر، الفقرات بتاع الظهر لازم تبقى ويل سبورتد، يعني مسنوده كويس وانت قاعد ايا كان مكانك، في عربيتك، في مذاكرتك، في الناس بقى اللي بتنام بتذاكر على السرير، واللي بتذاكر مثلا في اي وضع، طبعا مش مظبوط، لازم تكون. بس يعني هل المذاكره بنص نومه افضل، ولا المذاكره والقعده مش بطريقه ستريت اكتر؟ احنا كانوا دايما يجيبونا في بعض الشركات عشان نجيب مواصفات معينه للكراسي لبعض المدراء مثلا، ان هم بيجيبوا هات لي احسن كرسي صحيا، فلازم تكون الزاويه معموله زي ما انا قاعد كده 90 درجه 90 درجه 90 درجه وسبورتد باك، يعني كله 90 درجه الزوايا دي كلها،
والظهر يكون مسنود كويس، الكيرف بتاع الظهر ده مليان مش فاضي، فده من ده دي القعده الصحيحه. ان انا ما اقدرش اذاكر على السرير ولا ناني ولا وانا نايم ولا عامل كده، لازم ابقى واخد بالي من البوستشر بتاعي. كمان ارتفاع الكتفين، ونتكلم برضو على ارتفاع الكتفين، لازم يكون الليفل اخد بالي واحد. الكمبيوتر ما يكونش الكمبيوتر الشاشه بتاعتي تحت كده ولا فوق قوي كده، يكون في مستوى نظر العين، خط من عينيا واصل لنص الشاشه، وما يكونش الكرسي من ورا حضرتك بتقول فيه فراغ، ما يكونش فيه فراغ على الفقرات ده، مخلي ظهري مفرود باي حاجه بقى، سنده باي حاجه سبورتد. ده يفرق كتير قوي في الديفورمز او في الاشكال اللي هي بنشوفها بعد كده، اشكال مرضيه او شكوى الم، او حتى بتوصل لتغير في شكل العمود الفقري. كتير قوي بنشوف المراهقين they don't care much يعني على انه شايل الشنطه ازاي، فتلاقي دايما في حاله مشهوره اسمها سكوليوزس اللي هي انحراف العمود الفقري على جنب من الجناب. طب انا هرجع للموضوع ده لانه عند ناس كتير جدا وعندهم من سن صغيره ومش واخدين بالهم وعلاجه ايه، وهل وامتى بتنصح بالتدخل الجراحي برضو؟ يعني بتشيل ايدك وتقول هرجع لحضرتك، بس عايز اتكلم مع ساندرا شويه. ساندرا، انت كنت بتدرسي نظريا العلاج الطبيعي، المنهج مختلف تماما عن الممارسه العمليه؟ هو مش مختلف، يعني ما نقدرش نقول ان ده حاجه وده حاجه، بس الممارسه العمليه زي ما الدكتور جه قال ما ينفعش يعني المنهج النظري بس، الممارسه العمليه بتكمل النظري اللي احنا بناخده. فزي مثلا لو انا كنت باخد في النظري مثلا مرض كذا وكذا وكذا، انا لازم اروح اطبقهم، يعني اطبق العلاج بتاعهم ازاي. يعني ان انا لو جاتني كيس عندها ده فهتعامل معاها ازاي، غير يعني غير ان انا عارف النظري بتاعه، لازم اعرف هطبق النظري اللي انا خدته ده اي جزء من المنهج امتى يتطبق في الحاله دي بالظبط. لما يجي لي عنده ايه اعمل معاه ايه. في حاجات طبعا مش كل الناس زي بعضها، ومش وجسم كل واحد مختلف، بس في حاجات تبقى ستاندرد كده، لازم ابقى عارف لما تيجي كذا هعمل معاها كذا وكذا وكذا، لما تيجي كذا هعمل معاها كذا وكذا وكذا، ده انا مش هبقى عارف غير لما احط ايدي واشتغل عليه. ايوه طيب، احنا كنا بنتكلم على مش عارف هو اسمه ايه سكوليوزس اللي هو بالعربي ملوش اسم عربي، هو اسمه العمود الفقري. انحراف العمود الفقري الجانبي، لو بيبقى واخد حرف اس كده بس معوجة اكتر واكثر انحرافا. طيب ده علاجه ايه؟ لانه منتشر جدا، ده مهم قوي الاول قبل العلاج ان انا ما اوصلوش، لان بيأثر بعد كده حتى على الجهاز التنفسي والرئتين، ويبقى فيه صعوبه في التنفس، ودايما بيبقى فيه ديفورمتي ثابت موجود في الشكل، وبيبقى اكتر عند البنات شويه. أيوة. انه دايما تلاقي فيه كتف نازل عن الكتف تاني، والظهر من ورا في العظم بارز واختلاف في بعض الحالات. بيبقى كده يعني ما اوصلوش ازاي، ان انا يعني حتى البنات اللي بتشيل بعض الشنط مثلا على نفس الكتف كل يوم، تلاقيها الكتف ده مثلا رفعها شويه عشان حاسه ان شنطتها عليه، فالناحيه الثانيه تنزل شويه. فبالتالي لا، انا اهم حاجه عموما عشان نصلح نمط الحياه اللي احنا اتكلمنا عليه من الاول، اكسرسايز، اي حاجه بتتصلح بالحركه بالموفمنت بالاكتيفيتي. يعني مثلا السكوليوزس ده مهم قوي ان اعمل ستريتشنج، يعني لو انا مايل للناحيه دي بعمل ستريتشنج للجزء ده، لان بتبقى العضلات اوريدي قصرت الناحيه دي، عايز اشدها العكس. ايوه، واعمل الناحيه الثانيه اقويها عشان تسحب للناحيه الثانيه. فبالتالي هو العضلات زي الاستك هنا وهنا، واحد قصر فبيسحب الناحيه دي، والتاني بيبقى لاكس شويه او حصل فيه مط شويه، ده قويه عشان يسحب الناحيه، بيحصل بالانس ما بين الاثنين. يعني المفروض انها تلجا لمتخصص او يلجا لمتخصص ويعرف ايه التدريبات اللي بيعملها دي، بتبقى تدريبات كلها تدريبات ويوميا تدريبات كلها بتبقى تدريبات يوميه. ولو في حاجه مثلا محتاجه تدخل علاجي باجهزه، بعض الحاجات سواء انترفرنشال كرنت، حاجه للهيت، حاجه نعمل مصر ريلاكسيشن باي طريقه من الاجهزه، ممكن نعمل كده. انما اهمهم واهم حاجه ان نعمل بالانس ما بين العضلات بالتدريبات. واحيانا بتنصحوا بالسباحه ايضا طبعا من الحاجات المهمه، بنديله اكتيفيتيز هو بيحبها. يعني مهم قوي يعمل رياضه، يعني دايما انصح كل الناس اعمل رياضه انت بتحبها بحيث تستمر فيها، لان الناس بتعتقد ان الرياضه دي عشان اصلح حاجه معينه وخلاص خلص. وده نمط الحياه برضو تاني، الستايل اوف لايف بتاعنا لازم تخش فيه الرياضه فور لايف. يعني مش عايز اخس 8 كيلو او 10 كيلو واعمل شويه رياضه واعمل اكل واعمل كل حاجه وبعد كده ابطل خالص، هرجع تاني هقف عند موضوع ان لازم ده يبقى نمط حياه.
ما اقولش لنفسي انا عايزه اخس زي ما حضرتك بتقول 8 كيلو، طب اول ما اخسهم هرجع تاني اكل وابطل رياضه، لا. احنا هنتكلم عن السمنه، وده موضوع متهيألي ده يعني كلنا بنتكلم جاذب فيه. جدا وبنتكلم فيه على طول، وعلى كلنا طول بنتكلم كلنا فيه. عايزين نعمل دايت. اسمحوا لي نطلع لتقرير بدعوكم ليه والساده المشاهدين عن اجهزه التخسيس اللي بنشوف اعلاناتها بنسمع عنها، وهنشوف راي الناس هم عندهم استعداد فعلا يروحوا يشتروا الاجهزه دي اعتمادا على الاعلانات بس من غير اي خبره، من غير ما يسالوا اهل الخبره عنها، وهل بتجيب نتيجه ولا لا؟ ده سؤال هساله برضو لحضرتك كمتخصص. شوف شوف مع بعض التقرير. لازم مستشار الدكتور، ما ينفعش، لان كل جسم له خصوصياته وله امراضه، لابد ان يكون في دكتور يعرض الامر عليه، يشوف مدى قابليه الجسم للنوع العلاج اللي هياخده. غلط خالص ان اخدها بدون استشاره الطبيب، لانها بتعمل ازمات جامده جدا. يعني ان شاء الله يكون حتى لو قرص اي دواء او اي حاجه او اي كريم المفروض ماخدوش الا لما الدكتور يكتبه لي، لانه يمشي مع المواصفات. لازم طبعا استشير الطبيب، ما ينفعش اخد ادويه مش معلومه المصدر ومعرفش تاثر عليا ايه، ممكن تضرني. المفروض ان يكون في رقابه على الاعلانات اللي بتتم على القنوات التلفزيونيه، لان في قصر وفي سيدات وفي بنات بتشاهد الكلام ده كله. لا طبعا اسال طبيب، ما ينفعش اخد اي ادويه من اي حد كده بدون استشاره الطبيب. الطبيب موجود علشان يدلني على الدواء اللي ينفع لي انا مش اي حد، فدي المفروض ان كل بني ادم يعتمد على الطبيب اللي هو بيكشف عنده. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، بنستكمل حلقتنا بنتكلم عن التخسيس واجهزه التخسيس اللي بنشوف اعلاناتها. البعض بيثق قوي في الاعلانات بيروح يشتري الاجهزه دي، ونقول ان بعضها فعلا انتوا بتلجأوا بيه وبتنصحوا بالاستعانه بيه، والبعض الاخر بيبقى نقول يعني للاسف مقالب يعني. انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه للموضوع ده، طبعا في اختراعات كتيرة قوي على الفيسبوك وعلى الميديا وعلى القنوات الفضائية كتيرة جدا جدا، وأدوية وإزاي تحصل على البطن مش عارف ايه في 4 أسابيع، وإزاي الجسم المثالي مش عارف قد ايه. بص، في حاجات كتيرة قوي 99% منها دعائية فقط ولا تؤتي بالنتائج المطلوبة خالص، سواء أدوية سواء أجهزة موجودة. طب ايه يبقى مصدرنا عشان يبقى مصدر موثوق منه في الأدوية، سواء أدوية التخسيس اللي برضو كل شويه بنسمع دعايه لدواء معين، والاجهزه؟ واحد، الادويه لازم تكون اولا، في ادويه كتيره في الماركت بتجيب نتائج بس للاسف ليها مضاعفات وما ينفعش حد ياخدها، وبننصح ان محدش يقدر ياخدها. يعني في حاجات زي ما قلنا في الاول اسمها سبلمنت، السبلمنت دي لازم برضو عن طريق الدكتور متخصص انه يقول لك خد دي وخدها امتى. بالنسبه للاجهزه، في اجهزه كتيره اللي هي اللي منتشره للهوم يوز دي ما بتجيبش نتائج. اعتقد انا في رايي محدش، كل معظم اللي اشتروها ما عملوش حاجه بيها. لكن في اجهزه في العيادات، ودي اجهزه يعني غاليه طبعا ان حد يشتريها في البيت، بس احنا بنشتغل بيها في العيادات. يعني حاجه زي حاجه اسمها كرايولايبوليسيس، ده محدش هيقدر يشتريه في البيت، حيث اسمه تبريد وتجميد الدهون. ده احدث حاجه في ده من علاج السمنه. ده احدث حاجه جت تقريبا وشغاله في مصر بقى لها 5 6 سنين او اكتر شويه، اسمها كرايولايبوليسيس، تبريد وتجميد الدهون. فكرته انه بيبرد الخلايا الدهنيه، فكرته لوجيك مع يعني حلوه تقدر تستوعبيها. بيبرد الخلايا الدهنيه، فبالتالي الخلايا الدهنيه لما بتبرد بتفقد البيولوجيكال بروسيس بتاعتها تماما، كل الوظائف الحيويه بتفقدها، وتبتدي الخليه تنكمش وتموت وتخرج از ويست برودكتس مع ده بديل لشفط الدهون اللي كان ده بديل بيحصل وبيسبب يعني مشاكل كتير. احنا بنعتبره بديل لشفط الدهون، بس هو طبعا بياخد مدى اطول شويه، لان تاثير الجلسه بيقعد من اول 10 ايام لغايه 90 يوم، تفضل الخلايا اللي بتموت تبتدي تموت وتخرج بره الجسم.
في حاجه اسمها كرايولا بوليس، في حاجه اسمها كافيتيشن برضو من ضمن الاجهزه اللي بتستخدم الموجات فوق صوتيه لاذابه الدهون، في حاجه اسمها راديو فريكونسي، في اجهزه كتيره للعضلات احنا بنعمل تون للعضله، في حاجه مهمه قوي بنعملها كمان في عياداتنا حاجه اسمها الليمف درينج وكميه الميه اللي داخل الجسم، يعني ساعات احنا وزننا بيبقى فيه جزء كبير ميه متخزنه مش بتخرج حوالين الخلايا، دي برضو في اجهزه بتعمل بامبنج كده بتمشي حاجه اسمها الليمفاتيك سيستم. اللي احنا عايزين نعرفه ان الليمفاتيك سيستم زيه زي الدوره الدمويه كده، في السائل دي الميه اللي موجوده في الجسم لازم يكون داير ولازم يكون اكتف، عشان كده دي في اجهزه. يعني حضرتك بتحدد حسب كل حاله الاول طبعا. طب تحاليل بتتعمل ولا ايه؟ لان في مثلا حالات او نوعيات تعمل دايت وتحرم نفسها من الاكل وما فيش خصيه بتحصل تمام. يعني كل حاله حسب حالتها ايه، خصائصها ايه، تحاليلها بتعملوا تحاليل طبعا. كل حاله طبعا متفرده عن الثاني، بنشوف الوزن، نشوف الطول، نشوف السن، نشوف الاكتيفيتيز، انت اكتيف ولا لا، انت شغلك مكتب ولا شغلك بتشتغل بايديك، بتعمل ايه وهدفك كمان ايه. كل الحاجات دي بنحطها، وعندنا حاجه اسمها ان بادي بنعمل اناليس للمكونات الجسم، حاجه تقريبيه بنعرف مكونات الجسم عضلات وميه ودهون، ونعرف انت محتاج التارجت بتاعك قد ايه. بنعمل تحاليل كمان لو في حاجات مطلوبه كتحاليل لاب، مثلا الثايرويد اللي هو الغده الدرقيه، عايزين نعمل تحليل للهرمونات نعرف اذا كان في سكر ولا، كل ده بتبقى حاجات مطلوبه في بعض الحالات. الغده الدرقيه عشان تعرف ايه سبب عدم الخسيه رغم انها عامله دايت مثلا او ماشيه على الدايت اللي انت بتنصح. حرق الدهون متاثر. انا سالتك سؤال في الاول، قلت لك خبرتك ومن خلال ممارستك العمليه مع الدكتور، لقيتي في تعامل ايه ايجابي، في تعاون ولا لا، ولا تنافس؟ قلتي لي الحمد لله البدايه حظي حلو يعني. وحظك حلو. انا عايزها تفتكر كده الحاله اللي كانت معانا اخر حاجه، دي حاجه انترستنج برضو، حاجه اسمها باركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاشي، هتكلمك عنها، اللي هو المرض اللي جه لمحمد علي كلاي. ده كان شفنا، وده نادر ان احنا نشوف، شفنا حاله جات لنا العياده واتمرنت هي عليها، خليها تكلمك عنها وعن انطباعها. هو المرض ده نادر في يعني في مصر نادر عموما، ونادر في مصر ونادر جدا. عموما طيب كلميني عن الحاله دي واعرف سببها، لو هو دي اسباب معينه. هي البيشنت اللي جت كانت لسه في البدايه، فكانت يعني الحمد لله لحد كبير يعني تقف، بس لازم حد يسندها. فاحنا كان عندنا مشكله بس ان احنا نعرف نعمل لها الام بادي اللي الدكتور كان بيقول عليه، ان احنا نعرف مكونات الجسم ايه. بس هي كانت جايه عايزه تعمل دايت عشان هم شايفين لما تخس شويه فده هيخف وزن من على المفاصل مثلا ركبه وكده، فده هيساعدها احسن انها يعني سيرفايف. ساعدت الدكتور بقى كان بيوجهك تعملي ايه؟ يعني امتى ممكن الطالب او متدرب تحس ان هو خلاص ممكن يستقل ويعالج حاله لوحده وتامل له وتقول له انطلق بقى هي في الاول قالت لي لا مش هبتدي حضرتك ابتدي، وقالت لي انا قلت لها لا جو اهيد واعملي كذا كذا الخطوات. والحقيقه يعني دايما كنا بنشجع الناس انها حط ايدك هاندز اون، بقول لها الحاجه اللي انت مش تعملها بايدك يعني عمرك ما هتنساها، لو عملت الحاجه بايدك عمرك ما هتنساها، لو سمعتها مني كلام هتنساها، عملتها بايدك خلاص هتحفظها وهتبقى دي. وخبره كويسه ان الباركنسونيزم ده مش بنشوفه كتير في مصر. هو كان حتى في القصر العيني، كان انا فاكر ايامنا كان في حاله واحده موجوده في القسم كنا بنطلع كلنا نذاكر عليها. معلش يعني قلت لي ايه السبب بقى الرئيسي بالعربي؟ الباركنسونيزم ده مرض بيستهيب الجهاز العصبي، وهو مرض مناعي اكتر، وبيهاجم الخلايا العصبيه في البيزل جانجليا، جزء في المخ يعني، بيأثر على الحركه، بيعمل رعشه في الايد، بيعمل حركه بطيئه جدا وهو ماشي، وهو ملوش علاج. مش كده هقول لحضرتك، يعني ما نقدرش نقول لي ليه علاج قاطع هو دلوقتي. ملوش علاج كعلاج، هو ليه علاج طبيعي يحسن الحاله. البيشنت بياخد حاجه اسمها جوريلا تايب، يعني بيبقى شبه الغوريلا، احنا مسمينه كده في الطب، شبه الغوريلا في المشية. بيعمل سبيتش اسمه ستاكاتو سبيتش، يعني بيقطع كلامه، عينيه ما بتبقاش ثابته شويه او ما بيبقاش متحرك، بيبقى بطيء في رد الفعل. كل ده في الجهاز العصبي للباركنسونيزم. واحنا قلنا ان كان ده اصيب بيه محمد علي كلاي من كتر الضرب
قالوا من كتر الضرب على دماغه او حاجه زي كده، بس هو لغايه دلوقتي ما تعرفلوش سبب رئيسي كحاجه بسبب اصابه يعني. أيوة. بس كان فرصه كويسه ان احنا نشوفه وان احنا نتمرن عليه مع ساندرا وتاخد براكتس عليه. انا سعيده جدا ان انا شايفه فعلا اجيال مختلفه او جيلين مختلفين وبينهم تعاون، ودايما الحمد لله في البرنامج ده وفي حلقاتنا بنلاقي الحاله حاله تعاون مش حاله تنافس وصراع، واحنا كده بنطمن على مستقبلنا يعني. لان في النهايه لو جيل اللي احنا بنسميه جيل الخبره ما نقلش خبرته وعلم جيل الشباب، ولو جيل الشباب برضو مش موجود المنظومه هتختل وهيبقى في حاجه غلط. بشكرك يا ساندرا. ميرسي لحضرتك. ومستقبل باهر ان شاء الله. وبشكر الدكتور وجيه، شكرا لحضرتك على كل المعلومات دي. شكرا لك دعاء، وانا سعيد بوجودي معاكم وسعيد بالحلقه جدا، وشكرا يا ساندرا ان جيتي معانا. شكرا شكرا لحضراتكم، وبشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، ولقائنا الاسبوع القادم وحلقه جديده ان شاء الله في نفس الميعاد من لقاء الاجيال.